أنا المهندس رأفت ماهر، مطور عقاري. أهلا بيك يا باشمهندس رأفت. باشمهندس رأفت، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم، إزي حضرتك؟ تمام الحمد لله. حفل تنصيب الرئيس كان مفاجأة كبيرة وجميلة للعالم كله مش لمصر بس. طبعا حضرتك من ضمن المطورين العقاريين المحترمين جدا اللي ليهم شغل كويس جدا في العاصمة الإدارية. محتاج بقى من حضرتك رأيك في اللي حصل، ورسالة كمان برضو حضرتك تبعثها لكل المطورين العقاريين. أنا طبعا العاصمة الإدارية كانت 2017 كانت ترابة صفرة، كانت أرض صحراء كلها. يعني اللي نزل 2017 كان شايف العاصمة الإدارية ترابة صفرة. أما النهاردة في سنة 24 بعد أداء اليمين الدستوري لسيادة الرئيس، النهاردة العاصمة الإدارية عاصمة جمهورية جديدة بالفعل. والرئيس الرئيس لف العاصمة الإدارية من عند البوابة الجنوبية، من بوابة شارع الشيخ زايد الجنوبي. فرج العالم كله في الحلم اللي اتحقق، اللي كانت 2017 صحراء، النهارده 24 مشى في الشارع مرورا بالبرج الأيقوني، اكبر برج في افريقيا، ارتفاعه 78 دور، تقريبا مرة وثلث من برج الجزيرة. حقيقي. تمام؟ مرورا بالكنيسة المسيح، مرورا بفندق الماسة، مرورا بالحي الوزارات، مرورا ب ساحة الشعب. المنطقة كلها حضرتك جمهورية جديدة بالفعل على أرض الواقع. ده حقيقي، ده غير الار 8 والار 7، ده غير كل الأحياء دي كلها يا فندم. يعني ده كله حاجة، والحي الحكومي والحي المالي ده حاجة تانية. حضرتك يعني العاصمة الإدارية تستقبل 6 مليون ساكن دلوقتي. ايوه، وبتستقبل ده من دلوقتي كمان يا فندم، يعني ما بالك بقى كمان سنتين ثلاثة ايه اللي هيحصل. ايوه، وكمان في بتستهدف مليون سائح. احنا عندنا من الحاجات السياحية حضرتك العاصمة الإدارية فيها النهر الأخضر. تقريبا عرض كيلو وطوله 15 كيلو تقريبا. تخيل أنت بتتكلم في جنينة العرض ده والمساحة دي فيها حاجات لا تخطر على يعني على وجه بشر، هتشوف العين في الوقت القليل ده حصل كده. مسجد مصر حضرتك حقيقي. مسجد مصر من حقيقي. المعالم اللي هتبقى موجود لها رحلاتها وزوارها حضرتك حقيقي. مفيش واحد هيبقى في مصر عنده شغل في أي وزارة إلا ما هيزور العاصمة الإدارية. فإذا أنا بقول لأي مستثمر، أنت بتستثمر في المكان الصح. العاصمة الإدارية من بعد ما تولى رئاستها الدكتور المهندس خالد عباس، وهي خدت شكل تاني خالص. وأي عميل وأي عميل حضرتك استثمر من 3-4 سنين في العاصمة، أي عميل صغير اشترى وحدة إدارية، وحدة سكنية، شقة، استثمار، تأكد أنه جاله ربح 400% على الأقل في الفترة اللي فاتت دي. فاستثمار آمن، ودليل على ذلك العاصمة الإدارية المساحة دي اتعملت في الوقت ده كله. ده حلم اتحقق، وسيادة الرئيس بأداء حلف اليمين بيقول على أرض الواقع للعالم كله وللمصريين احنا شغالين وشغالين بجدية غير عادية. يا فندم انا اشكرك جدا واشكر حضرتك جدا على الرسالة الجميلة، والرسالة من مطور عقاري بيقولها وبيقولها بفرح زي ما حضرتك قلتها دلوقتي. يعني خلي الناس تتفرج وتسمع اللي بيحصل. المطورين العقاريين في اوقات كتيره جدا لقوا مشاكل كبيره جدا بتحصل في السوق، لقوا في مشكله في الدولار، لقوا كورونا، لقوا عدوا في حاجات كتيره جدا، ومصر ما زالت واقفه وصامده. مصر ما زالت كل يوم بتبهر العالم بكرنفال، بتبهر العالم بحاجه جديده، بتبهر العالم بمشروع جديد. العاصمه الاداريه هي مش عاصمه مصر الاداريه فقط، رجل هو حلم كامل لكل المصريين، سواء كان العاصمه الاداريه، سواء كان العلمين الجديده، سواء كانت المنصوره الجديده. عندنا اكتر من 26 عاصمه جديده او مدينه جديده كل يوم بيحصل فيها حاجات جديده.